ممكن ساعدك؟ لا شكراً. وقفي لوين رايحة؟ أنا رايحة على المكتبة بيرت، ما بعتقد بتهتم بهالشي. ليش؟ بتظني إني ما بقرأ كتب بنوب؟ لا ما بظن، أنا متأكدة إنك ما بتقرأ. حلو، توقعك صحيح. إيه ما بقرأ، بس بسمع. هذا كتاب صوتي، شي رائع كتير، أنا بنصحك فيه كمان. ما بيلفت انتباهي. وقفي، ليش هيك عم تقولي؟ صدقيني لما يسحبك لجواته بيخليك تنسي شو هو الصح وشو هو الغلط. بلا تخبيص بيرك، أنا كتير مشغولة. معناتها بس خليني سمعك روايتي الجديدة، بتحكي عن بياعة الكبريت والأمير الغني، مثل ليلى والذئب، بس البنت هي الشريرة. أو فينا نقول إنه هاي الحكاية كتير بتشبه البؤساء. شو رح تساوي؟ بدك تستأجر لهم بيت ولا تعطيهم مصاري؟ شو بدك؟ بستأجر لهم بيت، تنتقل عليه هي وإخواتها، تتعود على وضعي الاجتماعي مع الوقت. شو رأيك؟ الظاهر عجبتك المقدمة، مو هيك؟ لازم اقنع ابك تعطيني مكانه، مو معقول يضل بعيد عن حبيبتي. شبك دوروك على القليله بالصف كونوا بعاد عن بعض، ما بيصير يضل هيك لازق بالبنت طول الوقت. انت عم بتبالغ. وشوفي يعني مو هي حبيبتي؟ بعدين نحن منضل 45 دقيقه بالدرس، ووقت الاستراحه بس 5 دقائق. دوروك انا كتير شفتك عم تطلع مع بنات، بس ولا مره شفتك بهالحاله. ايه صحيح، صدقيني أول حدا بفكر فيه أول ما فيه هي آسيا. معناتها هذا هو الحب، مو هيك؟ أي هذا الحب. شو ساوي بعد ما نطلع من المدرسة؟ أو بلا ما ساوي شي، ما هيك؟ برأيك بضرب فرام شوي مشان ما تمل؟ حاسس حالي سخيف كتير ومربطين إيدي وما بعرف كيف بدي زبط الأمور بيناتنا. بكفي هيك، يلا خلينا نروح على الصف. تفضلي هي الفاتورة. شو كنت بدي أسألك أختي، أكيد رح تطلع النتيجة مو هيك؟ كيف؟ مو أنتوا قلتوا لي استنى يومين؟ بس ما يقولوا إنه هالشعر قصير أو هالشعر ما نظيف أو في قشرة، يعني نتيجة الدي إن إيه رح تطلع أكيد مو هيك؟ والله ما بعرف بخصوص هالموضوع، بس رح يصير مثل ما قالوا جوا. ماشي، لكن برجع بعد يومين. طيب شكرا لك، يعطيك العافية. شرفتينا. دوروك شو قال غير هيك؟ صار عندك فضول مو؟ لا تاكلي هم، بس اطلعي دموعك صاروا على خدودك، ليش زعلتي لهي الدرجة؟ ها؟ ليش ما عم تفهموا انه بس بالافلام بتصير هالعلاقة بين الشاب الغني والبنت الفقيرة؟ الحياة الحقيقية مو هيك؟ تتعود على وضعي الاجتماعي مع الوقت، انا بحكي لها كل شيء، فهمها وبعلمها، رح خليها تتأقلم علي. أنا كتير حبيت هالكلام هاد، بتصدقي طول الوقت وأنا عم شغله واسمعه. أورهان، ليش ما رحت على الشغل؟ شو عم تساوي هون؟ أخذت إذن، رح أتأخر. شو ها؟ هاي الغسالة تبعي وهالتلفزيون. إيه أنا بعتهم كلياتهم. شو؟ شو شو شو؟ أنا بعت الأغراض لمحل الأدوات المستعملة وانتهينا. وليش بعتهم؟ لك أنا لسه ما دفعت غير قسطين. لحظة أخي وقف، في سوء تفاهم بيناتنا. لا، يلا نزلوا الأغراض كلياتهم. لك هدول أغراضي. زيحك أخي، ما لك علاقة. يلا بعدي هيك، شي نقول؟ لا تخليني جن. يلا أخي أنتوا خلصوا شغلكم، أنا بدي بيع الأغراض وأعطي حقهم لأولاد أخي وانتهينا. خلصنا أخي، جبناهم كلهم. يعطيك العافية. تفضل. شكرا. لا وقف، ما رح نبيع شيء. يعطيك العافية، هدول كاملين؟ إيه كاملين. خلينا نفوت، تعي. جنيت أنت يعني؟ الله. لك يلا جاوبني، ولك عم حاكيك، أنت بتعرف قديش أنا تعذبت لأشتري هالأغراض بالتقسيط؟ آه؟ أورهان، كيف بتتجرأ تبيع أغراضي بدون ما تسألني؟ شلون بدي أقدر أشتريهم مرة تانية؟ لا جنيني، شي نقول؟ اشتريهم مثل ما بدك، أنا ما دخلني. إذا لزم الأمر منقعد ومناكل حجار، بس ما عندي استعداد أظلم أولاد أخي وأخذ حقهم. ما رح ناكل حق هالولاد.